بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات الموشن جرافيكس. كلامنا النهاردة ان شاء الله هيبقى استثنائي شوية، لان المحاضرة دي من ضمن محاضرات كورس الموشن جرافيكس الخاص بمركز طريق الجرافيك التعليمي في القاهرة. يعني انا قلت ان احنا يعني نعرض بس جزء ولو بسيط من المستوى اللي ان شاء الله بيتم التدريس هناك. يعني التدريس بيتم على فواصل حقيقية وشغل حقيقي وعملي موجود احنا بنشوفه على طول. المرة دي هنتكلم على فاصل من ضمن فواصل قناة MBC2 اللي هو خاص First On TV. دايما اللي بقوله واللي هفضل اقوله ان احنا مش هدفنا ان احنا نطلع حاجة بالكربون من شيء معين. كونك انك انت عايز تطلعها بالكربون ممكن تقعد ساعات وساعات في حاجات في رتوش خفيفة، لون يتفتح لون يتغمق مش عارف ايه الكلام ده كله. فاحنا مش ده الكلام بتاعنا، احنا بنتكلم في تكنيك ازاي اتعمل، خلاص التكنيك كان ماشي ازاي، بدأ ازاي وانتهى ازاي وعيوبه ايه ومشاكله ايه، خلاص التويكينج والتظبيط والمش عارف ايه والكلام ده كله. ده انا بسيبه لك انت في الاخر تعمل فيه اللي انت عايزه. ابسط حاجة نوع الفونت اصلا اللي انا مستخدمه ما هوش هو نوع الفونت اللي كان موجود في شعار القناة. فكل الكلام ده يعني الواحد ما بيضيعش في وقت، اني انا يعني بعتمد طريقة شرح التكنيك مش شرح اكاديمي يكون وهدفي ان انا اطلع بالكربون وخلاص. الموشن جرافيكس عامة معتمد على بالدرجة الاولى، وهرجع بعيدها تاني، معتمد على كورس الموجراف اللي كان اتدرس قبل كده على موقع اكاديمية بروفيجن وعلى موقع طريق الجرافيك التعليمي وعلى اكاديمية فنون الخاصة بايديال ديزاينر. ف يعني بنصح للمرة الالف بالكورس ده. الكورس بيوفر لك يعني اساس قوي جدا في التعامل مع الداينامكس في السينما 4D اللي هو اصلا اساس شغل الموشن جرافيكس. اللي هنتكلم عليه هو الفاصل زي ما قلت بتاع MBC اللي هو خاص بالكرة اللي بتطلع دي. وانا بس عايز اوريكو نتيجة ليه الرندر بالشكل ده كده، وكان فيه طبعا ما كانش فيه الا دي، خلاص نتيجة الرندر بالشكل ده كده. طبعا الخامة هنتكلم عليها والتكسير بتاع الخامة هنتكلم عليه والداينامكس والإضاءة وكل حاجة هنتكلم عليها ان شاء الله في التدريب بتاعنا. تعالوا اول حاجة نروح فايل نيو بروجكت. مبدئيا عايز اظبط الاوتبوت بتاعي، هروح لفيديو وهقول له HDV 720 بالشكل ده. هرفع بس عدد الفريمز ل 250 ان كيس يعني احتياطي. بعد كده هروح لموجراف تكست اوبجكت، وانا فضلت ان انا استخدم تكست خاصة بالموجراف يعني عشان اوفر على نفسي خطوات. ممكن انت تعملها في الستريتور وتاخدها هنا كاسبلاين وتعمل لها اكسترود نيربس وتشتغل عليها، او ممكن ان انت تاخدها من هنا اصلا من السبلاينز ونفس الموضوع هتعمل اكسترود نيربس وتشتغل عليه. لكن انا بحب اقصر الطريق وهاخد التكست الخاصة بالموجراف وهروح للالاين اقول له عشان يحط لي التكست في السنتر بالشكل ده كده. بعد كده هقول له 1 ST on TV تمام بالشكل ده. ابدأ بقى الرحلة اللي انا بكرهها الصراحة، اللي هي رحلة اختيار فونت مناسب. يعني انا برضو قلت مش ههتم بالتفاصيل دي، انت ممكن تدور، ممكن تكتب MBC فونت تمام، تحاول انك انت تنزل الفونت الخاص بيها. بعد كده هروح على الديبث واعلي الديبث شوية بالشكل ده كده.
كابس هقول له فيلت كابس عشان يديني حواف. نعم استبس هخليها 3، استبس هخليها 3 بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، حاجة بالمنظر ده. واعتقد ان دي هتبقى مع زوم اوت بسيط، تمام. اعتقد ان دي هتبقى زاوية الكاميرا بتاعتنا، فعشان انا مخسرش الزاوية دي هروح لكاميرا بحيث اكاريت الكاميرا ورايت كليك وسينما 4D واقول له بروتكشن عشان اوقف الكاميرا من ان انا احركها يمين او شمال. طبعا انا كده حركت البرسبكتيف، لو رجعت الكاميرا هلاقي الكاميرا زي ما هي ومفيش اي تحريك للكاميرا. ارجع للبرسبكتيف تاني عشان اقدر اشتغل عليه بشكل مظبوط. ماشي حاجة بالمنظر ده. اروح بعد كده ل، ما اعتقدش ان انا هعمل حاجة تانية في التكست احتياطي علشان ان كيس اوف اي حاجة، يعني عشان لو حصل في اي مشاكل. هقول له التايب كوادرانجلز عشان اقسم لشبكة، واقول له ريجولار جريد عشان يظبط لي الجريد، اقلل الجريد شوية بحيث اضمن توزيع متساوي للاوجه على سطح التكست، واسيبها بالمنظر ده كده. يعني كده اكون ضمنت حاجة شكلها كويس ومظبوط. يعني اعتقد زاوية الكاميرا تمام، هي الزاوية دي على فكرة جميلة جدا. يعني نيجي بعد كده لازاي ان احنا نفصل بقى التكست دي لحروف علشان نتعامل مع كل حرف على حدة. هروح للتكست دي، وفي حاجة ممكن لو ضغطت سي على طول تتحول لإيديتابل أوبجكت، تمام. وفي طريقة تانية احسن من حكاية سي دي، بحيث لو فرضا انت حبيت ترجع تاني تشتغل، مثلا اكتشفت ان انت في الاوبجكت عايز تزود الديبس شوية، او انت عايز تعدل السب ديفيجنز بحيث يبقى فيه تقسيمات كتير، ولو انت عملتها اريتابل اوبجكت كل سنة وانت طيب، انتهى الموضوع، مش هتعرف تعمل حاجة. لكن في طريقة حلوة قوي لو انت سلكت التكست ورحت الاوبجكت وقلت له current state to object، بص اللي هيحصل ايه. current state هياخد التكست يحطها في null، وهو حولهم لك خلاص ل بوليجونز في نفس الوقت، ساب لك دي زي ما هي. فكل اللي انت هتعمله، انا بحب اعمل حاجه حلوه قوي، الاوبجكت اللي بتتساب زي ما هي وانا سايبها احتياطي، بقوم عامل الت جي احطها في نال اوبجكت، وبحب اسمي النال ده تمب نال، ودبل كليك على الترافيك لايتس بحيث ان هو لا يظهر لي لا في الفيو بورت ولا يظهر لي في الرندر. اللي ظهر قدامي على فكره هو ده اللي انا عايز اعمله، ان انا عايز بقى نبدا نحلل الحركه بتاعتنا. لو خدنا بالنا من الفيديو الاساسي، هو كان عباره كوره بتطلع من حرف الاو وتخبط في حرف الان. اذا الانتر اكشن خلاص اللي هيتم بين الاو والان، وواحد اس تي وتي في الاثنين، او المقطع ده كله هو ستاتيك، يعني مش هيحصل فيه اي كوليجن او اي تصادم، خلاص فهو استاتيك. اذا انا محتاج افصل الكلمه دي لثلاث حاجات، حرف الاو لوحده والان لوحده باعتبار ان الاثنين دول هيتم بينهم انتر اكشن خلاص، او رياكشن، او كوليجن. يعني بحب ان انا اقول المصطلح باكتر من طريقه، يعني علشان بعض الناس بتدقق قوي على حته المصطلحات دي. الجزء الاخير اللي هو الاستاتيك اللي مش هيتم فيه اي كوليجن خالص. طيب تعالوا كده نجمع الدنيا بتاعتنا ونشوف هيحصل ايه. اولا تي في، طب كده مبدئيا بصوا في حاجه، اولا انا عندي لما بتتقسم التكست بالذات لبوليجون خلاص او لبوليجونز، بينزل لي كل كاب، يعني مثلا الكاب دي لو انا ضغط دبل كليك هو، طب تعالوا على اللي فوق، هو الوش اللي قدام ده خلاص، ودبل كليك على دي الراوندنج اللي هي الكاب دي. ساعات بحتاج السلكشن ده لو انا هعمل خامات، يعني خامل ده وخامل ده، وانا فعلا هعمل كده. فحاجه حلوه قوي هعملها علشان اريحكم من القصه دي. تعالوا نمسك حرف التي الاول، طبعا راوندنج وراوندنج، فاحنا نعمل حاجه حلوه قوي. اضغط ببكره الماوس، اضغط بالبكره كليك، هيقوم مسلكت التشيلدرن، هيسلكت اللي تحت كده خلاص، ورايت كليك كونكت بلس ديليت، نفس القصه، رايت كليك كونكت بلس ديليت، تمام. وهتجمع الاثنين دول
مع حرف التي ورايت كليك وتقول له كونكت بلس ديليت وما تدلتش الفلاجز او التراينجلز دول اللي هما التحديد. نفس الموضوع في الفي، تمام، رايت كليك اهوت، هو كده عمل سيلكت على كله خلاص على طول مره واحده كونكت بلس ديليت. اذا كده ادي التي وادي الفي، ادي حرف التي وادي حرف الفي مفصولين وتمام التمام، مفيش فيه اي مشاكل. طيب كده ده التي والفي، مبدئيا انا هطلعهم بره النل، انا كده كده مش هحتاج النلز في حاجه. نيجي بعد كده لاون، اون دي بقى دي محتاج اول لوحدها وان لوحدها، ف ميدل كليك كونكت بلس ديليت، ميدل كليك وكونكت بلس ديليت، وبرده هطلعهم بره النل مع الاخذ في الاعتبار ان انا هفصل كده بعد كده كل واحده لوحدها. فيرست ميدل كليك برده وكونكت بلس ديليت، بس في حاجه، اولا عايز واحد لوحده اس تي لوحده لان انا هصغر الاس تي، تمام، فانا هروح للاس والتي خلاص، و الاول ميدل كليك على اس وكونكت بلس ديليت، وميدل كليك على تي كونكت بلس ديليت، والاثنين مع بعض رايت كليك كونكت بلس ديليت، تمام. دي كده دي دبل كليك وهسميها واحد اس تي. نيجي لنمبر 1 وميدل كليك وكونكت بلس ديليت، برضو هشيل برضو واقوم رافعه فوق وادلت ان الاوبجكت ده. بعد كده عايز بقى اطلع دول كلهم بره ان الاوبجكت ده، ممكن طبعا اسلكت ده كله واسحبه واطلعه بره، لكن انا عايز اقول لكم طريقه حلوه قوي. ميدل كليك برضو على النل، رايت كليك، في عندك حاجه اسمها ديليت وذاوت تشيلدرن. ديليت وذاوت تشيلدرن هيعمل ايه؟ هيشيل البيرنت، هيدلت النل ويسيب التشيلدرن بتوعه. رايت كليك وهقول له ديليت وذاوت تشيلدرن، لا ده انا عملت ديليت ويز، اسف كنترول زد خلاص، رايت كليك ديليت وذاوت تشيلدرن، مش عارف بيشيلهم على تشيلدرن ليه، كنترول زد تاني، رايت كليك ديليت وذاوت تشيلدرن، بس كده، يبقى لازم اكون فاتحه، اسف معلش. كده خلاص التكست اوبجكت اعتقد برضو نفس القصه، رايت كليك وهقول له ديليت وذاوت تشيلدرن، كده يبقى احنا فصلناهم كله. في الجزء الثاني من المحاضره ان شاء الله هنبدا نشوف ازاي هنعمل سيت اب للخامات والاضاءه للتكست بتاعتنا، خليكم معايا.